أيهما الأفضل؟ ذبح الأضحية أم شراء لحمه وتوزيعه؟ اللي ماشية دلوقتي دي بعدين. يا جماعة بالعقل كده، الخروف نصه بيضيع في الأرض. يعني فوق ثمنه 2500 جنيه دول بيطلع منه إيه؟ 15 كيلو لحمة، 1500 جنيه دول ممكن تجيبي بيهم إيه؟ 30 كيلو لحمة. وتؤكلي الناس أحسن، بالعقل كده، بالعقل بالعقل بالعقل. يبقى أنه الأحسن؟ دي اللي هو الدين ما فيش فيه عقل، مش كل حاجة بتشغل عقل في الدين فيها. إن أنا أذبح الأضحية ولا أنا أشتري لحمة؟ لا، الأفضل أذبح الأضحية. أن ذبح الأضحية سنة. أنا باخد ثواب السنة مش بتوزيع اللحم، بإراقة الدم. ذبح الأضحية أفضل، مش هتعرف إزاي تردي على حد، لأن السنة تحدث بإراقة الدم وليس بتوزيع اللحم. وأنا خد بالك الحديث إن لما بنذبح الأضحية الدم بيقع في يد الله أو بتاخد الثواب قبل ما نقطة الدم تصل الأرض. إحنا بناخد الثواب بإيه؟ مش بالذبح، بإيه؟ أكلني عدل، بإراقة الدم، صح؟ إن السنة تحدث بإراقة الدم وليس بتوزيع اللحم.